تلعب سيلز كام يا واد؟ انا 400 دي باي 12 12. كم دي اس؟ كام ايه؟ كم الاي دي اس؟ مش عارف كاستوم 33 الفولو، انا ما بلعبش غير فولو بس. اهو يا جدعان اللايف اهو. طب يلا مو بتاعه. طب شوفوا اللايف كده، شوفوا ايه ظروفه، واخد لينك نزلته. اصلا البنج 141، وهي دي المشكله ولا ايه؟ لان في التلفزيون الفرق بتاع التوقيت بتاعه كام كام ثانيه؟ 15 ثانيه مثلا او 10 ثواني. انا حطيت كومنت يعني انا عايز قلب، انا عايز قلب، انا ماليش دعوه. هل بإيه يا ابني؟ عندك 38 مشترك. يلا يا زعيم، استنى بس وريني كده كومنتس. ما تفتحها فولكن يا ابني، انت مش عايز البيز حبيبي؟ ايه العلاقة يعني؟ فولكن سموزر. طب انا مش باين لي ان في فيور، انتوا عملتوا كومنتات ولا حاجة؟ انا لسه عامل كومنت حالا بس مش لاقي موضوع ال اشتم. فين الكومنت؟ فين الكومنتات؟ مش عارف اكتب. ده رسائل المحادثة اللي مش عارف ايه، مش عارفين ايه. لا يمين، انا عمال اكتب فيها اصلا. لقيت اهو يا عم، على الشمال يا عم. صم يا ابني الالفاظ، يا ابني الالفاظ. يا ابني يا ابني انك لله يا ابني. انا ما اعرفهمش والله ما اعرفهم. لو اللي في واحد اداك ديسلايك او ديسلايك يجي لك، مين ده؟ انا 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 ايه ده غير انا اداك ديسلايك. اح مين ده يا جدعان؟ طب تعرفه؟ تقدر تعرفه؟ لا ما هعرفه منين يعني. لازم يبان لك. انا ما اعرفش، انا مدي لايك والله. انت مين الخنزير اللي دخل اداني ديسلايك؟ دخل وخرج فاهم. المشكلة ان هو ما فيش فيورز يعني، ما فيش غير اتنين. ايوه، فاللي هو اللي دخل يعمل كده يعني. نعم حضرتك. الصورة كويسة يعني؟ لا خالص زخرة بأمانة يعني. أنا واحد بتفرج على 1080. لا لا لا، 1080 انت كده خنزير. انا واحد بيستريم بخمسة ميجا، فيعني تيجي ال 5 ميجا بكفي 720 على الاقل يا عم. نوت باد، نوت باد بس البكسلة شوية بس حلوة. هي مبكسلة عشان ال اسمه ايه ده؟ افهم انت مكسوف يا سلطة تقول له انها خرب. بتقول له يا عم، يا عم لو اخرها اقول له خرجش. راح انا اصب بيبسي. مش مبكسلة، هي حلوة على فكرة لللايفات بتاع الفيسبوك. تعالوا طيب ابعتولي، ابعتولي. مشكلة ان انا اصلا الريزوليوشن بتاع الجيم مش عارف راح فين. الف ستمية في الف و اوعى. انا باينة عندي اللي هي عادية، مش مهم. انت شاشتك بتجيب 2K ولا يا ابني؟ مفيش مشكلة اصلا. انا كنت طب ماشي ماشي ماشي، خش خش. خش اللي انتوا عايزينه. كاجوال، خش كاجوال يا عم، خش كاجوال بس بتست البنج والدنيا دي. يا عم اصل مين اللي هيتفرج علينا اصلا؟ انا اصلا كنت عامل حاجة. اقفل دي يا دين النبي يا اسطى. ثواني يا سلطان.
مش اللعبة كان صوتها عنيف. حد يشخ في الاستريم كده عيني عينك. هاي اكس دي هو البنج، البنج كويس بس انا مش عايز يطلع 100. يعني فكرة ان هو يطلع لي 100 دي انا مش عايز اشوفها. عايز اعرف بقى انا بقى اللايف بيستهلك قد ايه. ايه ده؟ في حاجة غريبة في الصوت. ويت ا مينيت ويت ا مينيت ويت ا مينيت عشان نظبط موضوع الجرافيك. ايوه يوزر كرهتني سيد القنوات. بتقول ايه يا سلطان؟ مين ده؟ اه انا التوتش برايم يتعامل معايا عادي. على حاجة انا سرقت الكل من بليدز. صوتك واطي ليه؟ انا اللي لعبت في الاصوات. مشكلة كرهتني دلوقتي يجي يتكلم هيخضني. اه صوت عالي بغباء. تعرف كتبتني ان الاليت تسيف على الاكونت، عارف كده ولا لا؟ يوبلي قفل.
بص كل ده عشان دوست على السينك يا خنزير. انا كان زماني زي الفل دلوقتي، كان لازم يعني. وانا ليفو من الماتش عشان انا يا ابني انت بعت لي طيب طيب ثواني افتح بس يا دين أمي. ده المايك لايت، يلا فادي عضلات، يلا فادي عضلات، عارف يعني فادي عضلات؟ ده المايك لايت، يلا فادي عضلات، يلا فادي عضلات، عارف يعني فادي عضلات؟ ده المايك لايت، يلا فادي عضلات. طب انا ما ينفعش اظبط الفويس؟